ليس سهلا يعني ان تكتسي واحد الصفه ديال الجيش محترف وفاعل في عمليات السلام على المستوى الاممي. الى قارنا ما بين الجيش المغربي والجيش الجزائري غادي نعتمدوا على واحد المؤشر واحد باش نبينوا الى اي حد ان الجيش المغربي اكثر حرفيه من نظيره الجزائري. وهذا المؤشر يتجلى في ماذا؟ يتجلى في واحد السؤال. اعطوني صوره ديال عسكري جزائري موجود في احدى بؤر التوتر العالمي. اعطوني صوره ديال عسكري جزائري موجود في احدى العمليات الانسانيه على مستوى المناطق التي تعرض للنكبات في العالم. سنجد صفر صورة. وعلى العكس من ذلك سنجد بأن العمليات ديال حفظ السلام الأممية وسنجد بأن هذه العمليات ديال الإغاثة والتدخلات الإنسانية على مستوى المناطق المنكوبة في العالم حضر فيها 74 ألف جندي مغربي. وهذه إحصائيات ماشي ديالي، هذه إحصائيات ديال الأمم المتحدة. وهذا الرقم يعني تبرز القيمة دياله إذا علمنا بأن مجموع الجنود المسخرين من طرف الأمم المتحدة في هذه السنوات يعني الأخيرة بلغ 2 مليون ديال الأفراد من مختلف الدول التي لها يعني حظوة في المشاركة في هذه العمليات الإنسانية والعمليات الأممية. إذن هذيك 2 مليون تلقوا منها 74 ألف ديال الجنود المغاربة. بمعنى فيما كنلقاو يعني 4% ملي كنلقاو يعني 100 ديال الجنود الأمميين في إحدى بؤر التوتر ولا في إحدى التدخلات الإنسانية خاصنا نفتخروا ونعتزوا، لأن من دوك 100 كاين 4 ديال الجنود جنود مغاربة. وهذا الحضور يعني ديال الجيش المغربي في مختلف بؤر التوتر العالمية لم يأتي هكذا يعني من باب الترف، بل بالعكس الأمم المتحدة لما تخطب بود الجيش المغربي فلأنها تستند إلى 3 مرتكزات. الأولى الحرفية ديال الجيش المغربي، والثانية الجاهزية والفعالية ديال الجيش المغربي، ثم الثالثة وهذه مهمة هي لا ديسيبلين ديال القوات المسلحة الملكية في كل العمليات التي أسندت لها على مستوى على مختلف يعني دول المعمور، لا في الصومال لا في الكمبودج لا في جنوب السودان لا في إفريقيا الوسطى لا في الكوت ديفوار لا في الكونغو لا في إفريقيا الوسطى لا في هايتي لا في مختلف المناطق. نفس الشيء في التدخلات الإنسانية التي باشرتها القوات المسلحة الملكية في مختلف بقاع العالم. ويكفي ايضا ان نضيف واحد رقم اخر، وهو انه يعني في هذه 20 سنة الاخيره مش ما رجعوش من 1960 الى يومنا هذا، في السنوات العشرين الاخيره القوات المسلحه الملكيه ساهمت في 14 عمليه امميه في العالم. داخل 14 عمليه امميه يعني 14 بلد بنت القوات المسلحه الملكيه 17 مستشفى عسكري ميداني في هاد المناطق النزاع او في هاد المناطق المنكوبه، والتي قدمت فيها 2 مليون حسب الاحصائيات ديال المكتب الامم المتحده قدمت فيها 2 مليون و650 ألف تدخل طبي. بمعنى الى قسمنا على هاد الدول كنلقاو بان الجيش المغربي قدم 190 ألف تدخل طبي في كل هاد البلدان. بمعنى في كل هذه البؤره هاد 74 ألف عسكري مغربي اللي تحولوا الى سفراء السلام وسفراء الانسانيه، فين ما كنمشيو كنلقاو اما هذاك الجندي المغربي يعني يبني مستشفى عسكريا او يحمي قوافل يعني الانسانيه او يساهم في اعاده توطين النازحين او يحمي اللاجئين. يعني البصمه يعني الانسانيه حاضره لدى القوات المسلحه الملكيه. وهذا المصدر يعني وهذا سميتو هذا الحصيله هي مصدر اعتزاز للمغاربه. علاش؟ لان بفضل هاد الارث وبفضل هاد الاشراقات ديال القوات المسلحه الملكيه يعني اصبح الجيش المغربي يحتل الرتبه 12 على مستوى الامم المتحده في امداد يعني القبعه الزرق بالموارد البشريه. ليس هذا وحسب، بل حتى حلف يعني الاطلسي يعني حلف الناتو اتخذ قرار في 2004 بجعل المغرب هو البلد الوحيد خارج الناتو بجعل المغرب هو الشريك الوحيد الذي له الحق في ان يساهم ويساعد الحلف ديال الناتو في كل العمليات الانسانيه في بؤر التوتر اللي كيكون حاضر فيها يعني الناتو بطريقة أو بأخرى. وهذه الإشراقات تعززت بماذا؟ تعززت بالقرار الذي اتخذه المغرب في شخص القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية باقتناء واحد البارجة حربية سميتها وادي ماسة. وهذه البارجة هي سفينة عبارة عن واحد المختبر عائم يعني بإمكانها أن تقوم بتحلية مياه البحر في حجم ديال 1500 متر مكعب في اليوم للتدخل في إحدى المناطق ديال التوتر أو لاستعمالها في حالة ما إذا وقعت كارثة طبيعية لا قدر الله. وهذه الكمية التي يعني تقوم السفينة الحربية وادي ماسة بتحلية مياه البحر في النار راه ماشي كمية سهلة، راه يعني تعادل الحاجيات ديال 75 ألف نسمة، أي ما يعادل واحد المدينة متوسطة من حجم بشار في الجزائر أو مدينة غردايا في الجزائر. هنا المفارقة يعني أنه في الوقت اللي المغرب تيبني جيش احترافي وتخصص الموارد ديالو لتعزيز القدرات الجاهزية والفعالية ديال الجيش المغربي، تلقاو العسكر الجزائري يعني يبدر وينهب أموال الشعب الجزائري باش يشري بها يعني القنابل المسيلة للدموع لقمع يعني الحراك ديال الشعب الجزائري. هنا الفرق ما بين دولة اسمها المغرب فيها قائد يرعى
شؤون الجيش بما يعزز دوره كسفير إنسانية وكفاعل في السلام على مستوى الأمم المتحدة، وبين دولة تحكمها عصابة لا يهمها إلا أن تدوس بالصباط على 30 مليون ولا 34 مليون جزائري.